إنما منطق التتلمس ومعناها نبذ العنف واعتناق مبدأ السلام المحبي الخبري الصمت. والجيش بحاجة الإنسان اللي بيعرف يصمت يفهم شو بده يعمل. بنشوف إذا بنتوسع شوي بهذه النقاط. أول نقطة بنشوف مرة الفريسيون يهدوا يسوع لأنه عم يتمعجز بيوم السبت وشفي شخص مشهور الكاتب. وهالشخص ما عاد مختار أبدا ليمد إيده للعالم إنما صار بإمكانه إنه يشتغل بعرقش إيده ويتحمل مسؤولية ومسؤولية عنه. ويسوع ما شفي فقط إنما ما بيخلونا وما بيساعدونا حتى نعرف نوصل للنضج الإنساني والفكري ونعرف نعيش بسلام مع بعضنا ونعرف يكون عندنا حياتنا الروحية نعيشها بسلام. منطق الجيل اليوم معاكس لمنطق مجتمعنا العالم بيبشر السلطة بالقوة بالحرب بالعنف وبيستغل لمصالحه الشخصية بينما رسالة الإنجيل هي بعكس هذا الشيء كله. قيم المسيح الحب الصامت والعامل وغاية المسيح هي تحرير الإنسان وإعلان ضرورة الحب بقلب المجتمع المبني دائما على العدل على الأنانية على المصالح الشخصية. تبعت يسوع وتركت الفريسيين يخططوا لهذا الاسم. فهن سلموا من الاستعباد وتعبوا من تسول الخبز الفاني ومن وعود الاقوياء الفارغة لهم وراحوا ورا يسوع يفرشوا عن سعادة القلب والفرح الحقيقي والسلام الداخلي وعرفوا انه وحده يسوع كلامه على الصليب بيأدي هالشيء وقت اللي قال